الاسم هدى. هدى بنين. بنين حياكم الله. شلونكم يا رمضان؟ والله الحمد لله. صايمين ان شاء الله؟ ان شاء الله. وين بالبصره؟ جنينه. بالجنينه حياكم الله واهلا وسهلا بكم. سؤالنا بسيط وعندنا جائزه نعطيكم وحياكم الله. الله يحييك. شلون اجواء رمضان؟ والله ما شاء الله حلوه الحمد لله. حلوه اجواء. انت خوات؟ اي نعم. تتعاركن على المواعين ليش؟ اجي اشوف على السوشيال ميديا. ايه اركم المواعين شنو صاير؟ اي والله بعد ترى المواعين مو فد مشكله يعني. اي انتوا شوفوا مبينة ما تغسل مواعين. اي مبينة صغيرة صدق والله. هاي الصغيرة المدللة. اي هي اخر عمرها. ليش دائما الامور طايحة براس الوسطانية؟ اي والله انا وسطانية. والله؟ اي والله. الله اكبر. حسيت ام اناتي تشميرة لا ما حد يحكي وياها. اي ابي هاي شو اسمه الصغيرة مدللة البيت. يعني هم طبخ وهم غسل مواعين يعني اثنيناتهم على عليك؟ علي. الله اكبر. اي والله. انت ليش؟ ليش؟ انت ما تخافين الله؟ يعني اطبخ الاكل. سؤالنا يقول من هم الأنبياء أولو العزم؟ أولو العزم؟ شنو عزم؟ عزم؟ ما تعرفين عزم؟ معين ما تعرفين ذي؟ غني ما تعرفين ليه؟ ها؟ النبي محمد. واحد. نوح. اثنين. يوسف. لا يوم موسى. موسى لا يغششون. ثلاثه اكيد هؤلاء انبياء يعني. ايه؟ ما... عيسى. عيسى اربعه. والله شاطره. تبي اصف خامس. خامس اي نعم. بعد بعد الخامس لا والله غششون. والله غششون. انت شو تسوين؟ راح نعطيك جائزه لا تنطين الا تغسل 10 ايام متتاليه هسه برمضان. ذله هاي. ها؟ ذله. اي لا شلون ادري بس هي يعني مو ذله بس هي من تغسل المواعين. طيني عين. الجائزه مقدمه من الركن الفرنسي للعطور الجزائر شنشل مول. شكرا جزيلا. رمضان كريم ويا رب يحفظكم ويحفظ لكم الاهل تسلم ويديمكم ويديم ان شاء الله يعودكم على رمضان في كل عام.